لكن المشرف جدا النموذج المصري المنظم للمباراه اللي برهن هو مين اللي نظمه؟ ان احنا نقدر حد نعرفه؟ نعمل حد نعرفه كويس. والحقيقه اللي طالع الصحافه الاماراتيه واللي يشوف القنوات الاماراتيه يفخر ان مصر فيها قدرات تنظيميه ترقى الى هذا المستوى العالي جدا. وقبل هذه القدرات التنظيميه لا، هذه الروح وحاله الحب اللي فعلا بتبرهن على انه ما بين مصر والامارات هو حاله من الحب الحقيقي. كان وراء هذه الاحتفاليه الكبيره جدا وحاله التنظيم الرائعه لشركه بريزنتيشن المنظم للمباراه الاستاذ محمد كامل رئيس بريزنتيشن. استاذ محمد اهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. كل سنه وحضرتك طيب، تحياتي وتحيات المهندس عدلي القيعي. كل سنه طيبين يا جماعه. استاذ باشمهندس اهلا بيك. اهلا بيك. اولا الحمد لله على السلامه وسلامتك، ودلعت لك يومين كده في المستشفى ماشي. ربنا يخليك يا باشمهندس. يعني اصل انا النهارده ثاني يوم العيد بالنسبه لنا احنا في برزنتيشن، النهارده ثاني يوم العيد. صحيح. كان اول يوم العيد والنهارده ثاني، لان احنا عيدناش للاسف، كان عندنا ماتش، فالشباب كلهم النهارده يعني النهارده ثاني يوم اجازه اهو. طيب الحقيقه يعني احنا فخورين جدا كمصريين باللي شفناه في الاعلام الاماراتي عن مستوى التنظيم وعن درجه الترحاب والحب العاليه جدا في تقدير الحقيقة. عالي الحقيقه. والله الحمد لله الفيدباك اللي جاي رائع جدا. انا جاي لي منشط شويه. الامارات فرحت في مصر، الامارات فرحت بمصر. أيوة. عايز اقول لك منشط يعني يجلي في الصدور كده. الحمد لله. واحنا العلاقه اللي بيننا وبين الامارات علاقه طويله وكبيره، وبالنسبه لنا في برزنتيشن الشباب كلهم احنا بنحب نشتغل جدا هناك وهم بيحبوا يشتغلوا هنا. لكن اللي عايز اقوله كابتن انه امبارح احنا بندي صوره انه في كوادر مصريه كبيره. أيوة. جدا جوه برزنتيشن بقى لنا 4 سنين شغالين على الكوادر. الشباب دول، الشباب اللي نظم مباراه امبارح دول شباب مصريين. الحمد لله قدرنا ماتش مع ماتش وبطوله ورا بطوله وشغل بعد شغل يبقى عندنا كوادر تسمح لنا ما نبقاش قلقانين من تنظيم اي حدث او تنظيم اي ايفنت. ومع كل ده وده كمان عندنا جمهور. انا ما زلت براهن على الجمهور وبقول ان عوده الجمهور مش في ايد الجمهور. يعني احنا ما نقولش انه عوده الجمهور وعايزين الجمهور. الجمهور جمهور. الجمهور محتاج انك تديله تعاقد وتديله الامان وتقول له تعالى اتفضل خش المباراه اعمل اللي انت عايزه وانبسط. هو هيعمل لك كده. امبارح الناس دخلت بمنتهى السهوله. الامن عمل دور ولا اروع ولا اجمل. مش عايز بس ان المباراه شويه المباراة اهدى شويه، لكنه بشكل عام الدنيا مشيت كلها بالطريقه اللي نحبها. يعني نقدر زي ما بيقولوا كده بروفا جنرال على عوده الجماهير. ممكن نشوف المشهد ده بقى في الدوري المصري او في الماتشات الافريقيه او الدوليه. والله يا كابتن ان شاء الله. والله يا كابتن عدلي ان شاء الله يا كابتن نشوف الحاجات دي. وهي سهله جدا يا كابتن. ما احنا نظمنا في 66000 و67000 في برج العرب ماتش مصر واوغندا. يعني الموضوع يا كابتن الفكره في ايه؟ ادي انت الثقه وادي المساحه وما تبقاش قلقان وما تقلقش الناس. ان شاء الله شكل حضرتك كده الامن عامل كل حاجه وبيحاول يعمل كل حاجه، لكن في الاخر المؤسسات الموجوده في الدوله زينا احنا كناس بتشتغل في الصناعه وبنكسب من جوه الصناعه دي، لازم نستثمر في جوه قلب الصناعه دي. احنا نعمل بوابات كويسه، نعمل امن كويس، نعمل ساينج كويس، نخلي طرق الناس دخولها وخروجها كويس. المواطن لو جه ولقى الدنيا كلها ماشيه كويسه ويمين يخش يمين درجه ثالثه، شمال يخش من هنا، اتفتش هنا بمنتهى الاحترام والذوق. المره الجايه المره دي هاجي، المره الجايه هاجي ابني معايا، المره الجايه هاجي زوجتي معايا. لو العائلات جت اطمن، لو العائلات اتعودت ترجع المدرجات اطمئن تماما. عمرها ما هترجع يا كابتن من غير ما تديها انت المساحه انها ترجع. اديها المساحه وان شاء الله هنشوفها وهترجع. وهيبقى يعني احنا يعني شركه استادات اللي هي شركه جديده اللي احنا مؤسسينها، الاستوغان بتاعها الاستاد بيتك. تعالى بيتك، تعالى عادي جدا وتعامل مع الاستاد على انه البيت. انبسط فيه واضحك فيه وهزر فيه وانفعل فيه وزرع وزعق وصرخ واعمل واغني واعمل كل الحاجات اللي انت عايزها. وخد خدماتك على انه بيت. وخد خدماتك وكل حاجتك. صحيح طبعا طبعا.
خش تلاقي تويلت نظيف، خش تلاقي مكان نظيف، خش تقعد في مكان نظيف. هو ده يا كابتن، لو لقيت الحاجات دي كلها انا كجمهور هعمل شغب ليه او هزعل ليه؟ انا جاي استمتع وانبسط. طيب انا ده شكلك كده المباراة دي فتحت نفسك كده، شكلك بتفكر تعمل شركة لتنظيم المباراة ولا ايه؟ لا لا كابتن، احنا عندنا شركة اسمها استادات، احنا لسه يعني مؤسسينها بقالنا فترة مؤسسينها، بس يمكن خدنا الاول استاد السلام من وزارة الانتاج. ما انت عندك الكوادر اهو. لان احنا بنعمل سيستم واحد للاستادات، يعني عايزين يبقى في جهه بتعمل سيستم واحد ونظام واحد للاستادات لدخول الجماهير. ان شاء الله باذنك يا رب الفكره دي لو اشتغلت على كذا استاد نقدر نشوف شكل منظم لدخول الاستادات. وبعدين يا كابتن عدلي، احنا في برزنتيشن عندنا طريقه كده في الاداره بندعيها، يعني احنا ما بنعملش كفته يا كابتن عدلي. هم بيعملوها ازاي يا كابتن عدلي؟ بيعملوها بالمانيوال الفلاني، ناخد المانيوال نعمل زيهم بالظبط، يعني الموضوع مش محتاج تطبيق، مش هنخترع العجله. تطبيق نظام النموذجي اللي بينجح الاخرين. احنا بقى لنا ثلاث سنين بنشتغل في الامارات، اشتغلنا في استاد هزاع بن زايد، واشتغلنا في استاد محمد بن زايد، استاد العين واستاد الجزيره، خدنا من ده وخدنا من ده وظبطناهم على بعض. هم زي ما بيعملوا هنعمل دخول الجماهير بالشكل الفلاني، السيستم هنعمل زيهم بالظبط، زيهم او زي غيرهم، كلهم بيعملوا نفس السيستم، ما بنعملش حاجه مختلفه. صحيح. يعني مفيش طيب ابداع فيه. حاله الحب الحقيقيه العاليه جدا بين مصر والامارات اعتقد قريت ان هي خلتك بتفكر انه برزنتيشن تنظم سوبر مصري اماراتي، يبقى بطل الدوري المصري مع بطل الدوري الاماراتي، ده صحيح؟ ده حقيقي. احنا قدمنا العرض ده من اسبوع للاتحاد المصري، احنا ومجلس ابو ظبي الرياضي. الحمد لله النهارده الاتحاد المصري وافق بشكل مبدئي، وهيبعت يقول للنادي الاهلي على راي النادي الاهلي في 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 المباراه. السنه دي سنه شويه غريبه، يعني 100 عام على زايد، على ميلاد الشيخ زايد الله يرحمه. احنا يمكن بدانا اول السنه عام زايد بالماراثون، وبعدين بدانا بالسوبر الاهلي والمصري اللي كان في العين. وعملنا دلوقتي السوبر، كل دول تحت شعار عام زايد. والاحتفاليه دي هتنتهي في 2/12 ان شاء الله في الامارات. فاحنا قلنا عرضنا ماتش يوم 1/12 الاهلي والعين، بطل الدوري المصري وبطل الدوري الاماراتي، وتبقى ان شاء الله بطوله رسميه بين الدولتين ويبقى على كاس زايد. يبقى على كاس زايد يعني طبعا. يعني المفروض انها هتستمر. بس دي بدايتها. لا ان شاء الله هنعملها سنويا ان شاء الله، مره عندهم مره عندنا، عندهم على طول عندنا. طيب على طول. ده يخليني بقى يعني معلش اسال، مش اسال او اطلب، ارجو ان يبقى لها لائحه ما تدخلناش في اجتهادات. يعني المباراه دي يبقى لها لائحه زي ما بتقول كده، مره عندنا مره عندهم، ادي مثلا مبدا طريقه بيتعمل لها لائحه. بص يا استاذ ابراهيم، المباريات دي احنا بنسميها في الصناعه بتاعتنا زي ما انتم اساتذتنا وعارفين، دي مباريات استعراضيه. يعني مش مباراه استعراضيه انت بتحاول تحولها لبطوله. بطوله بقى تجمع السوبر المصري الاماراتي السعودي العراقي السوداني زي ما انت عايز، الليبي زي ما انت عايز. وكل بطوله ليها لائحتها. احنا دلوقتي اللي بنعمله ان احنا بنعمل لائحه مقفوله للبطوله دي ان شاء الله بين الاتحاد المصري لكره القدم والاتحاد الاماراتي، وده اللي احنا بعتينه للاتحاد الاماراتي، ان دي اللائحه دي شكلها دي. بعد مش هنجيب مثلا، يعني مش هنجيب حكام لا من مصر ولا من الامارات، هنجيب حكام اجانب، يبقى خلاص معروفه ان هي حكامها اجانب، جايزتها كذا، حقوقها التجاريه كذا، ونشتغل على الفكره. احسن حاجه دي الفكره تنجح ان شاء الله. ارجو بس ما تتعمل، ما هو مش هنعدي من غير مكسب. ايوه اللائحه من فضلك تختصنا بيها بس حضرتك، اما تتعمل كده وتستقر عليها تبقى تديها لنا كده عشان نشرحها للناس. حاضر. يعني طبعا انت عارف ان فيها جانب اماراتي، فاحنا الاثنين لازم نشترك فيها، يعني الاتحاد المصري لكره القدم والاتحاد الاماراتي لازم الاثنين يشتركوا. طبعا جلسات عمل عشان عملنا يعني. لكن ان شاء الله باذنك يا رب نشوفها باذنك. السوبر المصري بقى اهلي وزمالك لازال في الامارات هيكون ولا ممكن يتنقل؟ يعني بص يا استاذ وليد، انا ما اكذبش عليك، الناس يعني مش متمسكين بالماتش، يعني متمسكين تمسك كبير جدا بالماتش، مش عايزين يخرج من عندهم خالص. صحيح. وانا والله ما عنديش مشكله، وكلنا بنفرح اما والله هم يستحقوا ويستاهلوا ان احنا نكون عندهم اطول فتره الحقيقه.
والله العظيم يا استاذ ابراهيم، بس هي المشكله الوحيده التوقيتات. الحاج عامر تقريبا حاططنا في شهر 2 تقريبا، لسه طبعا ما قاليش بشكل كبير، وهم بشكل قصدي اسف شهر يناير اللي هو بين الدورين. بين الدورين هم عندهم كاس عالم وعندهم بطوله اسيا. فالدنيا لسه مش مظبوطه، لكن ربنا يكرم ان شاء الله. احنا هنحاول والله على قد ما نقدر يبقى السوبر هناك، لانه بصراحه السوبر كان بقى طعمه اماراتي ومن اول ما اشتغلناه واحنا شغالينه كده معاهم. وهو ما ينفعش يجي يعمل السوبر الاماراتي هنا وانت ما تروحش بالسوبر المصري هناك الحقيقه. ما احنا خلاص هم خدوا بتاعتهم، اديناهم اهلي ومصري بالظبط. لكن لا والله مش كده، هي لو في مكان بس وفي ميعاد مناسب احنا عمرنا ما نتاخر، لا مع مجلس ابو ظبي ولا مع الاتحاد الكره الاماراتي ولا مع البي ال سي لجنه الدوري المحترفين، كلهم اصحابنا. مش عايز اقول لك على المستوى الشخصي اصدقائنا، العائلات حتى دلوقتي بقت اصدقاء بعض. خلاص انت السيستم بتاعك متركب في دبي انت خلاص. يا عم والله لو تعرفوا يعني، انت كده استاذ ابراهيم اشتغلت مع الاماراتيين. صحيح صحيح، يعني ناس جمال منتهى الحب والطيبه والاخلاق والحب المصر الحقيقي، الحب الحقيقي بجد. والله تلاقي واحد بيتكلم عن مصر وفي وسط كلامه راح معيط، يا خرابي ايه ده. يعني ما شاء الله ناس بتحب بجد، عارف بيحبك بجد، مش صحيح. اي حاجه ثانيه. صحيح، فربنا يخليهم كده، وربنا يخلي البلدين لبعض، ويحرم ما يحرمناش ابدا من بعض. لا لا لا، تحب تقول لنا حاجة من تاني ولا يعني ايه رأيك؟ عندك حاجة جديدة، خبر جديد يعني تدهولنا ولا؟ ربنا يخليك يا حكم، معاك انت محدش يقول اخبار. ايوه كده زي الفل، قضي تمام، ربنا يخليك. طيب سلامتك، الف سلامة، نشكرك على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات، ودايما بموفور الصحة. شكرا جزيلا للاستاذ محمد كامل رئيس شركه بريزنتيشن، الحقيقه اللي قدمت امبارح نموذج تنظيمي رائع ومشرف لكل المصريين.